تطورنا نحن في بالنسبة لعملنا هذا التي هو كان في البداية أكاديمي ولكنه تحول تحولا خطيرا جدا، وهو أصبح له معنى وأصبح له فائدة في مسألة تلاؤم وتوافق المجتمعات، وكذلك له يعني دور استراتيجي في إظهار أو تفعيل السلام في العالم، في تقارب الناس وتفاهم مع بعض. وعليه لابد لنا أن نذكر يعني كيف صار يعني بدأت. عندما اكتشف من قبل الصحافة ومن قبل بعض المؤسسات ما نخرجه نحن وننشره، قالوا هذا الموضوع له دور، خصوصا بعد ما يسمى بال 9/11 أو 11 سبتمبر والحادث الذي يعني حول الحقيقة مجرى التاريخ. فالناس بدأت تكتشف يعني ما هو هؤلاء المسلمين وما هم إرهابيين وغيره كذا. فنحن يعني العمل الذي نقوم به هو عمل يعني معاكس لنظرة الناس نحو المسلمين. الحقيقة هو لم يكن في البداية هذا هدفه، ولكن تحول إلى أنه هو آلة من هذه الآلات التي يدافع فيها عن المسلمين وعن حضارتهم، وأن هؤلاء الناس ليسوا زي الهنود الحمر الذين أبيدوا باسم الثقافة والحضارة. لأن المشكلة أن هذه الفكرة التي هي في ذهن الإنسان الغربي أنه بدأ العلم والتكنولوجيا والثقافة وكل شيء تقدمي من الإغريق ثم اختفى، وقسم منهم يقبل أن المسلمين هم اللي جابوا رجعوه إلى أوروبا ثم نشأ في أوروبا من جديد، فإذا هي كانت في أوروبا وانتهت في أوروبا، وإذا العالم كله هو لا شيء، والأوروبي هو أحسن إنسان مخلوق في الدنيا، وله الحق لأنه له الاستعلاء الثقافي أن يستطيع أنه يملي على الشعوب الأخرى ما هو مستوى الحياة وما هو مستوى الثقافة وما هي المعاني القيمية وغيره. وعليه هو علل، وأنا يعني كنت من الناس الذين يعني أيضا ماشيين في هذا السلك لما كنت شباب، يعني ولو يعني كل الناس يعني يعتقد أنهم لا زالوا شباب. فيعني عندما نشاهد أفلام الكاوبوي وريد إنديان نحن نصفق للكاوبوي دائما، وهذا الكاوبوي يقتل في الناس، يعني 1000 هندي أحمر يموت أمامك وأنت بتصفق للذي يقتله. هذه الفكرة الحقيقة فكرة خطيرة جدا. فالناس الآن بدأت تقول والله هذا المشروع مشروع يمكن أنه يحسن أولا من نظرة الناس إلى المسلمين، وكذلك اكتشفنا شيئا آخر، أن المسلمين عندما يكتشفوا وإذا بهم الحقيقة يعطى لهم ما يسمى بالإمبارمنت، تعطي لهم نوع من السيرة الذاتية. الشاب المسلم يقول أوه والله يعني نحن يعني عندنا حاجة نستطيع أن لنا دور في إنشاء هذه الحضارة. فالكتاب والمعرض المتجول اخترنا له اسم، يعني بعد أن استشرنا ناس مسوقين بروفيشنالز يعني اختير اسم 1000 اختراع واختراع. ليش؟ لأن في ذهنية الإنسان الغربي عندما تذكر له عربي مسلم في ذهنيته وثقافته أن هناك موجود 1000 ليلة وليلة، وهذه 1000 ليلة وليلة يعني إيش؟ يعني سندباد البحري وعلاء الدين والمصباح السحري وعلي بابا وال40 حرامي والسندباد يعني هل والبساط الطائر وهز البطن أيضا من قبل النساء. يعني حقيقة هذه الفكرة موجودة ومغروسة في عمق النفسية الغربية دون أن يعرفها، لأن هذه غذيت عن طريق الثقافة وعن طريق النشأة في المناهج الدراسية. فأنت لما تيجي تقول له 1000 اختراع واختراع يعني حتفاجئه في هذا الاسم، وبعدين يكون عنده استعداد لكي يريد أن يتعرف. وإذا به مثلا في هذا الكتاب نحن لم نبرز، لا نقول أننا نحن ناس نريد أن نقدم تاريخ، نحن لا نقدم تاريخ، نحن نقول انظر في حياتك اليومية وشاهد ماذا ترى. فعملنا مقطع للحياة اليومية، والإنسان يبدأ في البيت ثم يذهب إلى المدرسة أو الجامعة أو المكتب في المدينة، ثم يذهب إلى المستشفى إذا كان يحتاج، ويذهب إلى السوق، ويذهب ينظر إلى الأرض وكيف أن الأرض يعني يسافر فيها وكذا في الخرائط وغيره، ثم ينظر إلى السماء. فإحنا إذا بدأنا فعملنا كل جزء لهذا يعني موزع حول، حتى ألوانها أيضا والثيم كله حول هذا. فمثلا أنت في البيت، يعني الإنسان أي إنسان عايش في مجتمع حديث أول ما يبدأ يعمل فرشاة وأسنان ومعجون أسنان، طيب هذا منين إجا؟ يمسك في الصابون يغسل فيه، طيب هذا الصابون اكتشاف إسلامي. شايف كيف المسلمين هم الذين يعني اكتشفوا الفورميلا تبع الصابون وكذا وعمل. طيب ينزل تحت يريد أن يشرب القهوة، طيب القهوة من الذي جاء بها إلى الغرب وجاء إلى العالم؟ اكتشفت من قبل راعي اسمه شاب اسمه خالد في الحبشة،
ثم انتقلت إلى اليمن والحجاز وبعد ذلك تركيا وجاءت إلى أوروبا وغيره. حتى الكابتشينو يعني أيضا لا لنا علاقة بس ما حنتكلم فيها الآن. المهم أنه إذا يريد أن يقرأ الصحافة يا صحيفة هذه الصحيفة الورق من الذي جاء بها؟ واكتشف في الصين في البداية، ولكن الذي حسنه عمله ماس برودكشن هم المسلمين، فهذه الصحيفة. وإذا أراد أن يقرأ ولم يستطع القراءة يعني، وإذا به يحتاج إلى نظارات، هذه النظارات يعني هذا النظارات هي اكتشاف يعني المسلمين هم الذي جاءوا بعلم البصريات، يعني يعتبر أبو العلم البصريات هو الحسن بن الهيثم، ثم استخدموا بعد ذلك عندما يقرأ في هذه الصحيفة يرى فيها صور. طيب الكاميرا نفسها هذه التي صورت، أصل الكاميرا ما يسمى بالكاميرا أوبسكورا يعني الغرفة المظلمة، هي التي اكتشفها وصنع أول كاميرا هو الحسن بن الهيثم، لأنه هو يعتبر أيضا عالم الضوء الحديث، لأن كان الناس يعتقدون أن عملية النظر أنها يطلع شعاع من العين وهذا الشعاع هو الذي يكتشف هو الذي ينعكس ثم يرتد، فهو قال لا هو شعاع يأتي إلى العين ولا يطلع من العين، وأثبت ذلك بعمليات بالغرفة المظلمة التي هي يعني فيها ثقب ثم يمر فيها الضوء، وإذا بالصورة للجسم الخارج الغرفة هذه تطلع معكوسة على الحائط المقابل لهذا الثقب. فاستخدمت هذه الآلة اللي هي بعض الأحيان سميت في البلاد العربية القمرة، ولا زالت تسمى قمرة لأن القمرة هي المكان المظلم الخاص في المسرح لكي لا تراه الناس، يعني مثلا يكون جالسين في عائلة أو شيء من الشخصيات يقول له اقطع لي قمرة مثلا، هذه قمرة هي كلمة كاميرا. على كل حال فيعني فإذا أراد أن يفتح مثلا موسيقى عاوز يسمع موسيقى لسنة في البيت يعني عاوز نفتح مثلا موسيقى، هذه الموسيقى الآن اللي هي يعني التي العالم الجانن فيها وكذا يعني كيف تكتب يعني، فكتابة الموسيقى يعني ما يسمى الحروف هذه اللي هي السلم الموسيقي يعني دو ري مي فا صول تي، احنا الحقيقة اكتشفنا أن هذه لها علاقة قوية بالحروف العربية دال را ميم فا صاد لام سين، شايف؟ وإذا بنكتشف أن الكندي وكثير من العلماء الآخرين كانوا يكتبون، وهو أصلا يعتبر عالم الشفرة لأنه كانوا يكتبون من شان التجارة، فكانوا يشفرون حتى يرسلوها بالطيور الزاجلة هذه من 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 دولة إلى أخرى، لكي إذا وقع هذا الطير أو وقعت الورقة مع إنسان آخر لا يستطيع قراءته، فكان عندهم اهتمام جدا في علم الشفرة والكودينج، حتى يقال أن في الحرب العالمية عندما يعني بريطانيا أرادت أن تتجسس عن ما يقوله عن الرسائل الألمان والروس، وكانت هذه أحد الوسائل لكسب المعركة، استخدموا آلة تسمى بالأنيغما ماشين، وهم يعترفوا وكتبوا عن الأنيغما ماشين أنهم هذه تستخدم طريقة الكندي في معرفة أسرار اللي هي يسموه بالفريكونسي ميثود اللي هي عدد الحروف وكم تذكر في كل لغة من اللغات، يعني في طريقة فموضوع الكودينج اللي هو 0-1 الآن اللي هو السر الذي تكمن فيه الآلات الحاسوب والكمبيوترز في العالم. فالمهم أنه فهذه قضية الموسيقى يعني طبعا بعض الآلات الموسيقية أنا أعرف أن فيه هناك في إشكال في موضوع قضية الفقه في بالنسبة لموضوع الموسيقى، ولكن نحن نتكلم عن المسلمين ولا نتكلم عن الإسلام، ولا شك أن هؤلاء المسلمين عندما عاشوا هذا المجتمع كانوا متأثرين تأثيرا يعني قويا في القرآن والحديث والسلوك العلماء والفقهاء. فإحنا نرى الناتج هو مجتمع كان مجتمعا يعني نتيجة لما يسمى بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كان الإنسان يتحرك تلقائيا يريد أن يعمل عملا صالحا نتيجة لما يفهمه ما يملي عليه الإيمان. لكن المشكلة أن الآن فهم العمل الصالح غير الفهم السابق. سابقا كانوا يفهمون أن العمل الصالح المقصود به هو العمل النافع الذي يصلح المجتمع، يصلح الناس، يصلح البيئة، فكان الإنسان يعمل أي شيء لإصلاح المجتمع، يعني إماطة الأذى عن الطريق، غرس شجرة، سقاية حيوان، تفقد المريض، تفقد يعني إذا كان هناك البلد يحتاج إلى زراعة يروح يزرع كذا، فكان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في أعمال تناسب تلك البيئة وذلك المجتمع وحاجته في تلك الأيام ونشأت الأقافة. لكن الآن لو تسأل كثير من الناس حتى مع إخواننا العلماء الفقهاء يقول لك العمل الصالح
يعني مقصود به هو يعني قراءة زيادة من القرآن الكريم وقيام الليل والصيام وكذا. هذا طبعا كله عمل صالح، ولكن هذا العمل هو يقوي الإيمان. يعني الإيمان هو بمثابة الوقود الذي يدخل في السيارة، أنت تحسن الوقود. أي نعم. أي نعم. أي فإذا نحن لو يعني هو الإنسان